ده تراك فين؟ ماشي ماشي. يعني ايه؟ لما تعرفوا وتحترموا الناس نبقى نيجي، وكمان لما تبقى تعرف اسمي. استنى عندك. تعال. اتفضل. انت زعلت ولا ايه؟ عايز نعنى. انا ابقى فرحان وانت بتقول لي ياه. انت اسمك ايه؟ ابو جوده. مالك يا ابني؟ بلاش الحركات دي معايا، انا من شبرا. انت اسمك ايه؟ عز الدين. ها استريحت؟ انتوا هتزنوني بنص مليون؟ لا يا حبيبي، مش انا اللي يتعمل معاه كده. فوقه فوقه، ده انا منصور. طبعا. بقول لك ايه؟ انت عارفني كويس. طبعا عارف. تبقى عارف صح. طب بس على وعهد الله ما انا قاعد غير بعد ما تعتذر وتناديني باسمي بكل احترام. انا اسمي فيهم. يبقى كتر خيرك لو قلت لي على اسم التاني اللي اهلي ما قالوليش عليه. بقول لك ايه؟ انت مالك يا ابو جوده النهارده؟ انت مش طبيعي. يظهر انك ما خلاص بقى بجد. اقعد يا كابتن. انت اللي كابتن وستين كابتن كمان. الله. جدع يا جدعان، انت بتشتمني ولا ايه؟ وانت فاكرني زيك؟ طب انت كابتن. انما انا لا. لا استاذ اهانه. انت بتقول ايه؟ بقول لك اقعد يا منصور. اسم الله عليك، اهو ده بقى اسمي. قول ورايا كده يجي 10 مرات علشان ما تنساهوش. منصور 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 منصور. ها؟ مالك يا منصور؟ طب اقعد بقى. عارف يا ابو جوده لو انا مطرحك كنت عملت ايه؟ في ايه؟ في الشك اللي جواك من ناحيتي. ايه؟ انا عارف انك شاكك فيا. أنا؟ أنت صدقت كلام سحر. أهو أنا بقى اللي خليت سحر تشك فيا. لا بقى، على مهلك عليا شوية. أنا مش قدك يا عز الدين. حلوة حلوة يا موجودة. ملعوبة. عز الدين. أنت اللي قلت الاسم. ده أنا نسيت أقول لك كمان على بيت الأسماء. ده لسه ابراهيم وخليل وعلي. بس بس بس، كل دي اسامي؟ عشان تنقي اسم منهم. نرجع للي قلته. انا في الحقيقه قلت حاجات كتير. فكرني. قلت لي انك خليت سحر تشك فيك. ليه؟ ايوه صح. ليه؟ يعني حركه نداله صغيره كده عشان اخلع. تخلع من ايه؟ من جوازي منها. اعمل ايه؟ ابويا معاصلك، ولو اتجوزتها غصب عنه جايز يموت فيها. طب طب قول لي انت بوجودة، لو انت مطرحي كنت هتعمل ايه؟ اعمل ندل. اسم الله عليك. اهو ده اللي حصل. طب قول لي بقى، عملت ايه عشان تخليها تشك فيك وتقدر تخلع منها؟ اديني ايدي. ليه؟ هتعمل لي فيش وتشبيه؟ انت ناسي انك رايح المفاعل زر دلوقتي؟ دي مجرد اجراءات امن. ها قلت لي بقى عملت ايه معاها؟ وده مش حقيقي. كان في حاجه كده بيني وبينها، عملت نفسي ما عنديش فكره عنها. عليزة، خبير البصمات عندك؟ ايوه. عايز النتيجة دي حالا. حاضر. قول لي بقى ايه اللي كان بينك وبينها؟ لا بقى معلش. أصل دي حاجات حساسة وفيها سمعة البنية. حلوة موجودة يا جميل.
استندل استندل بجد. الله، طب لعلمك بقى انا ما سبتش حاجه ما عملتهاش. حلاوه ابو جوده، حتى الشعر حتى الشعر. طب اعمل ايه؟ اصل ملهاش حل غير كده يا ابو جوده.